السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، والتي نبدأها بالعناوين. انطلاق أعمال الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف. صالح مسلم يقول إن روسيا والنظام طلبا تسليم مدينة منبج شرقي حلب لتركيا. ووزارة الصحة التابعة للنظام تؤكد أن الإصابات بكورونا في ازدياد وأن المشافي ممتلئة. أهلا بكم مجددا. وافقت اللجنة الدستورية السورية على جميع آليات العمل وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن مصدر في المعارضة. بدوره قال الرئيس المشترك للجنة عن المعارضة هادي البحرة إن النقاشات المفتوحة انتهت وتم البدء بالعملية الأساسية التي شكلت من أجلها اللجنة الدستورية. وعبر البحرة عن أمله بأن تستكمل باقي الجلسات بنفس الآليات التي تم اعتمادها للخروج بنتائج جديدة. يأتي ذلك غداة انطلاق الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بحضور وفود عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني والأمم المتحدة. النظام والمعارضة السورية اتفقا ضمن أعمال اللجنة الدستورية على البدء بصياغة مسودة إصلاح دستوري خلال الأسبوع المقبل. هذا ما أعلنه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيترسون قبيل ساعات من انعقاد الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية. المبعوث الأممي أضاف أنه تم الاتفاق على العمل في أربعة اتجاهات، معبرا عن أمله في إحراز تقدم بناء على المبادئ المتفق عليها، لافتا أنه عقد اجتماعات منفصلة بين ممثلين عن النظام والمعارضة وأعضاء مستقلين، إضافة إلى أول اجتماع من نوعه عقده مع الكزبري والبحرى في آن واحد، ووصف الاجتماع بالجاد والصريح. بيدرسون أشار أيضا إلى الأوضاع الإنسانية الميدانية، كاشفا أن مناشداته لم تتوقف إزاء مقتل وجرح المدنيين شمال غرب سوريا رغم الهدوء النسبي، محذرا أن ملايين السوريين بحاجة لمساعدة إنسانية ومعظمهم يعيش تحت خط الفقر. اللجنة الدستورية هي مساهمة هامة للعملية السياسية، ولكنها ليست الوحيدة لحل الأزمة، ويجب العمل بجدية في اللجنة الدستورية والتصدي للأزمة الإنسانية في الوقت نفسه. اجتماع اللجنة الدستورية اليوم يأتي بعد قرابة شهر من لقاء جمع بوتين ورئيس النظام في روسيا، واجتماع آخر جمع الرئيس الروسي بنظيره التركي نهاية الشهر الماضي، إضافة لعدة زيارات التقى بها بيدرسون عدة مسؤولين في موسكو. هي الجولة السادسة إذن بعد خمس جولات سابقة على مدار عامين كاملين من عمر المأساة السورية، جولات كانت نتائجها صفرية، فهل ستكون السادسة كسابقاتها أم إن النظام سيقدم مرونة تريد لها موسكو أن تكون؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد مالك الحافظ الكاتب الصحفي من غازي عنتاب. أهلا بك سيد مالك. الحديث يدور حول مناقشة مبادئ دستورية والإصلاح الدستوري خلال اجتماعات اللجنة الدستورية، حبذا لو نوضح للمشاهدين بالضبط ما يصبو إليه هذا الاجتماع. تحية طيبة لكم ويا السادة المشاهدين. أهلا بك. يعني في الحقيقة ما تم الحديث عنه هو أربعة مبادئ. صحيح أن هناك الحديث عن إصلاح دستوري، أعتقد أن كل طرف يرى عملية صياغة الدستور هي تحتاج إلى وقت، لكن المبادئ الرئيسية قد يكون اتفقوا عليها، لكن هناك فعلا معضلة في التفسير ما بين إصلاح دستوري وما بين صياغة دستور جديد. أعتقد مما حصل يوم أمس واليوم في الاتفاق على مبادئ أربعة مناصفة بين وفدي النظام والمعارضة
هذه المبادئ كان هناك نقاش حولها خلال الجولات الخمس الماضية: مبدأ السيادة الوطنية، مكافحة الإرهاب، استقلال القضاء وفصل السلطات. هذه المبادئ تم الحديث حولها وكان هناك إشكاليات عدة. أعتقد أن ما حصل خلال هذا اليوم هو تجميع أو تحديد ما يمكن النقاش حوله. خلال الجولات الماضية كانت هناك نقاشات عامة يمكن تسميتها بالفوضوية ومحاولة دائما أن يكونوا في ضمن إطار حوار الطرشان. الآن هناك تحديد لمبادئ سيتم نقاشها. أعتقد هذه المبادئ نعم تصب في ما يسمى إصلاح دستوري. هناك مراجعة لدستور 2012 وأيضا هناك مقترحات تم تقديمتها من قبل وفد المعارضة، لكن أعتقد أن ما قصد به بيترسون الإصلاح الدستوري هو الاستناد إلى دستور 2012، وهذا ما كان أيضا عمل عليه وفد المعارضة في وقت سابق عندما قاموا ورشة عملية خلال شهر آب الماضي أو شهر تموز الماضي لمناقشة دستور 2012. طيب سيد مالك الدستوري. نعم برأيك نعم. ما هي المكاسب الممكن تحقيقها للثورة السورية في ضوء تصريح هادي البحرة بأن الوفد يعمل على إتمام المهمة تجاه الشعب؟ يعني أعتقد هم النوايا لديهم إيجابية وسليمة، وفد المعارضة تجاه الشعب السوري وتحقيق أهداف الثورة السورية، لكن في حقيقة الوضع ما يحصل في اللجنة الدستورية هو تمييع لإمكانية تطبيق حل سياسي شامل وعادل للقضية السورية. أعتقد أن التقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية هو فقط تقدم إعلامي، هو محاولة تسويق أن هناك حل سياسي، لكن يجب القول أن مطالب الشعب السوري منذ سنوات ومنذ ما قبل سوتشي الذي مؤتمر الذي أقر اللجنة الدستورية تم الالتفاف على مطالب الشعب السوري. لا يمكن لنا أن نقول أن هناك فعلا تحقيق لهذه المطالب. اللجنة الدستورية قد تكون يعني تحفظ ماء وجه المعارضة ما تبقى من ماء وجههم، لكن لا أعتقد أن هناك نتائج إيجابية كما يصبو الشعب السوري، لكن هناك تقدم فيما تريد روسيا تحقيقه. أعتقد أن كل ما يحصل الآن وسيحصل في الجولات المقبلة هو تقدم للرؤية الروسية. المبادئ الأربعة كما أشرت بداية هي مبادئ كانت هناك عليها خلافات، وهي مبادئ تريد منها روسيا تضيع الوقت أكثر إلى حين التوافق على تسوية مع الولايات المتحدة ووضع حل أو وضع تسوية خارج كل عملية جنيف. نعم أشكرك السيد مالك الحافظ الكاتب الصحفي، كنت معنا من غازي عنتاب. التقى رئيس النظام بشار الأسد في دمشق بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرجي لافروف، وتأتي الزيارة مع بدء الجولة السادسة للجنة الدستورية، حيث أكد المسؤولون الروس على أهمية الاستقرار في المسار السياسي من أجل التوصل إلى توافقات تنطلق من ثوابت الشعب السوري بحسب وكالة أنباء النظام سانا. وأوضحت الوكالة أن المسؤولين أكدوا استعداد موسكو للمساهمة في عملية إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية وعقد شراكات استثمارية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد السوري. قال والي ولاية كوجايليا التركية سيدار يافوز إن أمريكا وروسيا تحاولان إفراغ محافظة إدلب من سكانها، وأشار يافوز إلى أن ذلك سيتبعه توجه نحو 4 ملايين سوري إلى الحدود التركية، لافتا إلى أن الجيش التركي كان مجبرا على الدخول إلى سوريا وأن عليه البقاء هناك كما يشاء على حد قوله. قال صالح مسلم عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي إن روسيا والنظام طلبا في وقت سابق تسليم منبج إلى تركيا، يأتي هذا في وقت تخلي فيه القوات الروسية مواقعها في عين عيسى لصالح قوات النظام وقسد اللتان تعززان من تواجدهما في ظل الحديث عن عملية تركية مرتقبة. تصريحات تركيا حول عملية عسكرية ضد قسد شمال سوريا يقابلها رد من قبل قوات سوريا الديمقراطية والرسائل في عدة اتجاهات. عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي بويدي صالح مسلم كشف عن رغبة النظام وروسيا تسليم منبج لتركيا. موسكو ودمشق ادعتا مرارا أن الجيش التركي سيهاجم مدينة منبج وقالتا لنا عليكم تسليمها للأتراك، وإذا لم تسلموها فسنهاجم نحن.
إن موقف النظام واضح أنه لا ينبغي أن يكون هناك نظام للكرد، فقد ذهبت وفود من الإدارة الذاتية لدمشق للحوار مع النظام، لكن لم تفتح لهم الأبواب ولم يتحدث إليهم أحد. تصريحات قد تعزز وجهات النظر التي تتحدث عن تفاهمات روسية تركية بخصوص المنطقة. مسلم أشار في تصريحاته إلى رغبة نظام بانحسار مناطق قسد، بينما تصل تعزيزات النظام إلى مدينة عين عيسى شمال الرقة وفق طلب روسي لاستبدال القواعد الروسية بأخرى للنظام مع اقتراب العملية التركية، وهو ما لن يشكل عائقا ربما أمام تركيا في حين أرادت الدخول. وفي ذات الوقت الذي تصل فيه تعزيزات النظام، تصل تعزيزات قسد إلى عين عيسى والمناطق القريبة لمواجهة العملية العسكرية التركية المرتقبة بحسب صحيفة العرب الجديد، وهو ما يضع قسد والنظام في خندق واحد ضد تركيا والجيش الوطني السوري، بغياب الرؤية الواضحة لموقف روسيا والولايات المتحدة من أي عملية مرتقبة. ورقة تنظيم الدولة التي ترتكز قسد عليها في بقائها عادت لتظهر من جديد فيما يبدو كآخر الأوراق والرسائل السياسية. صحيفة الجارديان البريطانية نقلت عن مسؤولين في قسد قولهم إن انسحاب الولايات المتحدة سيسهم في ظهور تنظيم الدولة من جديد، والتي تعتبر نفسها خسرت جولة لكنها لم تنتهي في المنطقة المتنازع عليها دوليا. كشف مسؤول في هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني عن عدم وجود نية لتسيير رحلات جوية بين الأردن وسوريا، ونقلت وكالة بترا الرسمية عن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران الأردني هيثم مستو قوله إنه لا توجد خطط لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين الأردن وسوريا أو العكس في الوقت الحالي. وكان وزير النقل الأردني قد صرح سابقا أن شركة الملكية الأردنية ستباشر رحلاتها إلى سوريا شريطة الالتزام بالبروتوكولات الصحية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. في إعزاز، فريق بصمة حرية ينظم عرضا مسرحيا يعالج قضايا ومشكلات مجتمعية. بين الخبر والخبر تنتشر العديد من الروايات، وربما تكون الصورة غير واضحة. في برنامجنا المشهد الأسبوعي نرصد لكم خلال شبكة مراسلين المواضيع التي تهم السوريين داخل البلاد وخارجها، لنقدم لكم الخبر دون تحيز ونكون أقرب إليكم وتكونوا أقرب إلى الحق. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المساء تأتيكم من قناة حلب اليوم. حذرت وزارة الصحة التابعة للنظام من الازدياد المستمر في أعداد مصابي فيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام، وقال مدير الجاهزية والإسعاف في الوزارة توفيق حسابة، قال إن الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل امتلاء المشافي بالمصابين، داعيا إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم إهمال اللقاح المضاد لفيروس كورونا. ينضم إلينا مراسل حلب اليوم من دمشق مروان السيد. أهلا بك مروان. بداية لو تضعنا في صورة الوضع الصحي بمناطق سيطرة النظام. مروان هل تسمعني؟
يبدو أن الصوت لا يصل إلى مراسلنا، نشكرك على كل حال. مروان السيد مراسل حلب اليوم كنت معنا من دمشق. أوقفت المنظمات الداعمة للقطاع الطبي شمال غربي سوريا الدعم عن 9 مستشفيات بمحافظة إدلب في ظل استمرار الانتشار الكبير لفيروس كورونا. وبحسب تصريح الدكتور يحيى نعمة مسؤول المشافي بمديرية صحة إدلب لموقع الحل نت، فإن المنظمات الداعمة للمشافي 9 أنهت المشاريع والعقود التي كانت مبرمة بسبب انتهاء المنح المقدمة وتقليص الدعم من منظمة الصحة العالمية والمشافي، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من تدهور القطاع الطبي في المنطقة والذي يعيش بالأصل ظروفا صعبة مع تفشي فيروس كورونا. تحدث برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن أن سوريا واحدة من بين 9 بلدان معرضة لخطر شديد جراء التغيرات المناخية. وقال البرنامج إن سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي الحاد دفع إلى انعدام الأمن الغذائي لأكثر من 12 مليون شخص. في السياق حذرت الأمم المتحدة من أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة فإن ملايين الأشخاص الذين يعيشون في سوريا اليوم معرضون لخطر الجوع. بدأت دائرة السجل المدني في مدينة إعزاز شمالية حلب بإصدار الدفعة الأولى من دفاتر العائلة وفق إجراءات وشروط محددة. هنا في مدينة إعزاز شمال حلب أصبحت دفاتر العائلة متوفرة لدى الأهالي. دائرة السجل المدني في إعزاز حصلت على الدفعة الأولى من البطاقات الأسرية والتي يتم توزيعها على المواطنين في المنطقة الشمالية بمستوى واحد. الهدف من البطاقة الأسرية تثبيت الواقعات، واقعات الولادة، واقعات الزواج، واقعات الطلاق، كلها بتندمج ضمن بطاقة أسرية موحدة. والأوراق المطلوبة إثبات زواج بالمحكمة الشرعية، بطاقات الأطفال الأب والأم يكونوا جميعا موجودين، بنسجل الرقم الوطني نحن للأطفال وللأب وللأم، وطبعا هذا كله بتوثق بدفتر واحد. الهوية الشخصية للأب والأم وأفراد العائلة وعقد الزواج الصادر عن المحكمة شرط للحصول على البطاقة الأسرية. أما في حال غياب الأب لوفاة يمكن أن تقوم الأم بإصدارها، حيث يتم توزيع البطاقات وفق رسوم رمزية قدرها 20 ليرة تركية. أنا محمد من دير حافر، مقيم بعزاز، وجاي طالع وراغ سب الزواج وطالع دفتر عائلة. جينا اليوم طلبوا منا شهادة بيان عائلة، شهادات الأولاد وصورة شخصية مشان طالع دفتر عائلة، ويسروا أمرنا ومشي حالنا، أخذنا دفتر عائلة وهلا بنتوجه على البيت. تتم طباعة دفاتر العائلة وفق معايير، وذلك لعدم طباعتها أو تزويرها بسهولة، إذ تتضمن الدفاتر العلامات المميزة من علامات مائية للصفحات وترقيم وتثقيب متطابق. انتقد والي ولاية كوجايلي التركية سيدار يافوز تصريحات قادة في المعارضة التركية حول منح الجنسية التركية للاجئين السوريين المقيمين في تركيا. وقال الوالي إن الأتراك يحصلون على جنسيات عدد من دول العالم التي يقيمون فيها، مؤكدا على ضرورة دعم السوريين وتنشئتهم على حب تركيا. يأتي ذلك ردا على تصريحات بعض المعارضين الأتراك من بينهم رئيس حزب النصر التركي أوميت أوزداغ الذي دعا إلى سحب الجنسية التركية من السوريين وإرجاعهم إلى بلادهم. الحاجة علياء زيدان نازحة من ريف إدلب إلى مخيمات ريف حلب الشمالي، توفي زوجها بسبب قصف الطيران الحربي التابع للنظام، وتقوم الحاجة علياء على إعالة ومساعدة ابنتها التي أصبحت مقعدة بعد وفاة والدها بسبب حزنها عليه وخوفها من قصف الطائرات الحربية. البيت فارق، ما بكل شيء، لا بابور لا جرة لا غير، ما عندنا غير حمد الله، حط خزان مي والله ما بي، قالوا ناتي سانة جعد عبي وانا عجوز كبيرة بهالوحل وين أريد أروح.
احنا من ريف ذنب يا ابني، نزحنا من غادي من القصف من الطيارات من اللهنية قصف طيارات. الشايب الحج يتوفى بالطيارة، وبنتي مرضت من الخوف من الرعب، احرقت حالها على ابوها، مو توفى ابوها والحرق والهنية شلينا الصواب كبير أنا وبنتي. بنيتي مرضانة الحسينة بحاجة دوية بحاجة مساعدة لوجه الله، كل شيء نريد، لا أكل لا شرب ما عندنا غير حمد الله، ما عند حدا يعيننا غير حمد الله، ونريد المساعدة من الله ومنكم. الله يحميكم الله يوفقكم كثر الله خيركم يا وليدي، والله ما عندنا كوم دحنا الأدوية طينية أدواء لي وليها، والله ما عندنا ومرضاناني بيا وجع قلب حشاك، وهي كسيحة عازة والله ما تفهم على كل شيء. أنا لو أضيها الله عزك أنا لا أشيلها، أنا أستعين بيها، أنا أسوي كل شيء بيها، ما عندنا حدا جاء أقول كل شيء أشحذ من هذا ومن هذا تطعميها اللي قمت لا أشيلها دموع الشوربة الحتين حطتها تناكلان وياها ما عندنا. والبيت هذا والله تخاني شر علي، والله العظيم شر، وحال بصحي انه شر، وما عندي غير رحمه الله، واطلب المساعده من الله ومنكم الجواد الخيرين، والله ما ابي يا وليدي ما عندي غير رحمه الله، من ريف ذلب احنا يا يابا. حج احكي لي عن بنتي بالتفصيل، ايش صار مع عند مات ابوها، ايش صار مع احرقت حالها، ضيعت العقل، كسيحة انشلت ما ظل بيها عقل، ما بها الحالتين ما تدري بحالها، ما خافت ما دحقت على ابوها من يوم قصف الطيارة، ما قصفت عن الطيارة خافت انشلت ما عاد تقدر تمشي من الخوف، قصف الطيارة احنا غادي انقصفنا موت وانشلت وما عاد تقدر تمشي. في خطوة جريئة لتسليط الضوء على القضايا السياسية والاجتماعية ونقدها في المناطق المحررة، عرض فريق بصمة حرية المسرحي مسرحية بعنوان ماذا لو على خشبة مسرح جامعة حلب بمدينة إعزاز شمالية حلب. المزيد في هذا التقرير. هجرة الشباب ومخدر الحشيش وظروف المعلم، قضايا اجتماعية وسياسية متعددة سلط الضوء عليها من خلال عمل مسرحي أقامه فريق بصمة حرية المسرحي بالتعاون مع طلبة أحرار سوريا في جامعة حلب بمدينة إعزاز. اليوم الفريق قدم مسرحية بعنوان ماذا لو؟ هي المسرحية بتركز على قضايا اجتماعية كتير مهمة، منها تعاطي المخدرات، موضوع رواتب المعلمين. حاولنا نسلط الضوء على هاي القضايا المهمة، على هجرة الشباب، مشاكل الطلاب الجامعة، حاولنا من خلال هاي المسرحية أن نوصل الفكرة للمسؤولين القائمين على الوضع. المسرحية الناقدة حملت اسم ماذا لو، وجه الممثلون من خلالها رسائل المسؤولين عن القضايا التي تناولت المسرحية في محاولة منهم على ما يبدو لحث المسؤولين على معالجة هذه القضايا في الشمال السوري، نقل معاناة الشباب اللي عم تصير يعني بالمناطق المحررة أو حتى بغير أماكن، تمام؟ يعني وفي بعض القضايا السياسية، قضايا الهجرة. رسالتنا الشباب يضلوا طموحين ويحققوا رغبة ويضلوا مستمرين بأعمالهم وجهودهم ويضلوا متابعين دراستهم وما يطلعوا للخارج، لأني عند يفيد الخارج أكيد الإفادة الأولى له هي أنه يفيد بلده ويفيد المجتمع اللي هو فيه. هذا النوع من النقد والتعبير عن الرأي وإبراز المشكلات الاجتماعية والسياسية من خلال المسرح لاقى على ما يبدو إعجاب الجمهور الحاضر من سياسيين وأدباء ومثقفين وعدد من سكان مدينة إعزاز، وتفاعلوا بحماس واضح مع هذا العرض المسرحي على خشبة جامعة حلب في المناطق المحررة. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه النشرة التي قدمناها لكم من قناة حلب اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
وكذلك على موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء بإذن الله.